Bruh. Randy Orton in a place we've never seen him before. Watch out! Oh my god! KO in midair! تخيل انك يكون عندك بدلة تك وتكون غشاش ورغم هذا تخسر من شخص عنده دروع جلد او تورش. اوكي السيد بوكس 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 اعلن الحرب فساذوقه من ما كتبت هذا في سكريبت. المهم عنده وايفر مثل ما بتشوفوا فاحتمالية اني اهزمه راح تكون 0.0001% لكن راح احاول يعني اتمنى انه هون ممكن او لا كان ودي يعني اباغته من الخلف. اوكي هاو او لا لحد الان مركب الوايفر. اوكي جبت العيد ارمي البولة. اوه انا اصبت او ماي جود شو اوكي لا يمكنني الصعود من هنا يا اخي انا متوتر. اوكي من هنا اوكي لا تصطدم مع الحائط بليز. اوكي ضربه بالسيف اوه ماي جود قتلت يا اخي على حد الوايفرن اكل جثة ذاك الشخص وبالتالي يعني ما راح اقدر اخذ لوتو لان لوتو في الوايفرن الان. موت يا حس صراحه ما بعرف ليش بضرب حصان يعني ما له ذنب فيب راح اخليه. والان هاد الوايفرن الشخص اللي قتلته لحد الان مازال ما رسبن يعني ممكن تقولوا ليش رميت البولة على الوايفرن؟ الجواب هو رغم انه راكب الوايفرن لكن ممكن اصيبه بالبولة. او ماي جاد ضربة واحدة وراح اموت. هرب. اوكي او نايس الوايفرن راح الان هي لي 28 حرفيا يعني ما عندي اي سلاح عشان اقتل الوايفرن. اذا بدكم دليل فرح ارجع بكم للبداية. يب هذه هي البداية اللي كان مفترض تكون بداية الحلقة. كنت ألعب مع هذا الشخص حتى سمعت صوت الشوت جان. يب انتهت ستامينا فقتلني XXD. هذا كان كامبر يعني كان ينتظرنا في الهايلاندز إن يعني كان واقف في منطقة الريسبون خاصة بالهايلاندز إن ويقتل أي شخص يراه. قلت له أنه إذا كان يعني رجل فليواجهني ذراع لذراع يعني ألا يستعمل الوايفرن أو الشوت جان ضدي. مثل ما بتشوفوا هذه هي الهايلاند ان كل شخص يرسبن هنا بدون دروع فهذا يعني لما يشوف اي شخص بيجي بالوايفرن وبيقتلهم لانه نوب يعني معروف هذا الشخص بانه كامبر مثل ما بتشوفوا كتبت يعني شرحت عنه احد الاشخاص عارفه. اوكي هاو اخيرا نزل من الوايفرن يعني هذا ليس الدراع الدراع انه مازال عنده دروع الفلاك واللونك رايفل ف اوكي بيو بوم بانج بيو تخيلوا عنده دروع حديد وعنده لونك رايفل وما قدر يضربني ولا مرة. ومثل ما بتشوفوا الان وضع جميع الدروع في الوايفرن بعد ما صار هيلو ضعيف يعني عشان يموت. مثل ما بتشوفوا بيحاول انه يخلي الميجالينيا تقتله عشان لو قتلته انا فرح يكون عنده كول داون ما رح يرسبن مباشرة. بالاضافة لهذا رح اخذ لوتو فيا. اوكي وين هاو اوكي موت نايس قتلته. مثل ما بتشوفوا وضع جميع اللوتو في الوايفر. لو بس كان عندي سلاح لا قدرت اقتل الوايفر اخذ لوتو لكن اوكي السلام عليكم. اوكي هذا ما بيتحدث عربي.
واضح ان هذا مسالم مثل ما بتشوفوا. قلت له هاي. ومثل ما بتشوفوا عطاني موارد مثل يعني عطاني 18 سهم وبعض الجلد الحجر، فشكرا ليه، شكرا ليه جدا. يعني لو كان يشاهد الفيديو فشكرا ليه كثير، لكني غير معروف فعلى الاغلب ما 99% ما راح يكون شاهدني. لهذا اضغط على اللايك الان كي يعرفني، ولا تنسوا زر السبسكرايب. اوكي اي لغه هذه؟ الروسيه. قلت له سوري اي دونت اندرستاند، يعني ما بعرف باي لغه تتحدث، يعني ما فهمت ولا شيء. اوكي كتب لي بوكس 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 بوكس، هي صندوق بالمناسبه، يعني هذاك المربع اللي بتشوفه، لان اللغه الروسيه والعربيه والصينيه يعني بتكتب على شكل مربع. هذا الشخص يهجم علي. اوه سبني سبني الكل. اوكي راح اغبش على الصوت. او ماي جاد، اصبت 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 اصبت، راح اقتله حرق، راح تموت حرق. انا بعرف انه ما بيفهمني الان، لكن يا كلب راح تموت حرق. كم ما عندي ولا شيء في الانفنتوري. مثل ما بتشوفوا شخص اخر مات من ذاك الشخص الاكس اكس دي، يعني الكامبر، يعني ذكرني في يعني في ايام كول اوف ديوتي الكامبر اللي فيها. المهم بعدها يعني بعد كل هذه البي في بي رسفنت في المنطقه، كانت شخص يتبعني فكنت اهرب منه، لكن اتضح انه مسالم ما كان عنده ولا سلاح، وكان اسمه بوبيت يعني نفس اسمي. الصدفه غريبه صراحه. قال لي هل يعني انضم لقبيلته، ف للاسف قلت له سوري، يعني ما بقدر، لان هذه السلسله من المفترض انها تكون سولو. ف انا ودي اعدي بنفسي. في بعض القبائل تلقى فيهم 18 شخص، مثلا قبيله بيج بروفيت فيها 18 شخص، وانا ودي العب سولو. ليش اعدي بنفسي هيك؟ اوكي ما في ولا لوت هون. لو بس ذاك الوايفرن ينزل ممكن، يعني ممكن اقتل شخص برا اخرى. وجدت هذا البيس كان فيها شخص اونلاين. كيف هذه البوله ما انحسبت؟ اوكي اصبت. وقت التورش مره اخرى، اكثر سلاح او بي. اوكي نايس. انه لوت خيالي صراحة، بالنسبة لي لوت خيالي، لانها جميع لوتي الاسطوري يعني موجود في ماب ابيريشن اللي سرقته في الحلقة السابقة. اذا ما شاهدتم شاهدوه الان، لان في الحلقة الاولى سرقت 3 منازل، فهي جميع اللوت اللي اخذته من تلك المنازل وضعته في ابيريشن. لكن عندما رسبنت فراجناروك رسبنت بدون سلاح، بدون اي شيء حرفيا، مثل ما شفتوا في بداية الفيديو. اوكي هذا شخص عنده تيك. ويت ممكن تقولوا لي ليش ترمي البولة عليه وهو عنده تيك؟ البولة ما راح تسوي له شيء. او صح بعرف هيك، ويعني عندكم حق، لكن ما عندي سلاح، فهذا هو الحل الوحيد، اني ارمي البولة. اني ارمي البولة واتمنى انه يكون نوب وما يعرف انها بتقدر تطير، لو حتى لو كانت يعني فيك البولة، لو عندك تيك سوت بالطبع. اوكي
كيف ضربني وانا تحت الدرج؟ اوكي واضح انه ودو الحرب صراحة. صراحة شيء مستحيل اني اقتله لانه عنده تيك سوت. لك اوكي الان راح احاول استفزه عشان يرجع. قلت له انك عندك بدلة التيك وبتهرب. اتمنى انه يرجع ويسقط في الفخ لان عندي خطة. اوكي نايس دخل في الفخ. اوكي ضربته الثانية. سيف ويت كان عنده صفر في المئة شارج في بدلة التيك الخاصة فيه. ما كان عنده ولا إليمنت في الانفنتوري وما كان عنده ولا شارج في الانفنتوري. يعني هذا بيعني شيء واحد، مثل ما بتشوفوا راح البس بدلة التيك اللي كانت عنده، ومثل ما بتشوفوا ما في ولا إليمنت في بدلة التيك. هذا بيعني انه غشاش. في غش، في يعني احد انواع الغش معروف اسمه الانفينيت إليمنت، بيخليك يعني تستخدم بدلة التيك سوت بدون إليمنت، وهو يعني حرفيا كان عنده 0% إليمنت في التيك تشيست بيس والتيك جورتلت. يعني على الاقل لو كان عنده 1% كنت راح اقول يعني عادي، لكن متأكد مليار في المية انه غشاش. فايه مهم ارك يعني معروفة بانها مليئة بالغشاش، لكن ما بهم قتلته. علاقة في المانتس، مانتس اوكي هربت. اوه والله ما عندي فكرة كيف هربت من المانتس. اوكي يوجد شخص هون. اوكي عنده رافت قارب. اوكي البولة. اوه في اخر لحظة غلق الباب. اوكي الشخص خرج بيحاول انه يبعد الحشرات عن البيس خاصة فيه. الشخص يتحرك يذهب وراء الصخرة. المانتس تقفز عليه. راح احاول يعني اجي وراء القارب. يعني هذا قارب او رافت يعني مثل ما بتعرفوا. البيلوغورنس ينزل على سطح الرافت وهو الشخص يعود الان. سأحاول أن أرمي بولا. أوكي ما أصبته. سأحاول أن أرمي البولا. أوه ماي جود أصبته. أوه لا جبت فيه أم العيد. رميت عليه البولا والآن التعبان راح يخدر بكل سهولة. حتى أنا صراحة كنت راح أتخدر، يعني لو التورب ارتفع عندي ممكن بواحد كان ممكن يعني إني أتخدر. فهي مثل ما تشوفوا الشخص تخدر ومات. حرفيا جبت في ام العود بتلك البولة، وحتى من الباب تركوا. اوكي المهم قتلته مثل ما تشوفوا واخذت بيضة البويزن وايفرن اللي عنده. لونك رايفل مطور، هذا شيء كبير كتير بالنسبة لي اني اخذت لونك مطور. هذا يعني بيضة الوايفرن وخصوصا البويزن وايفرن، يعني بدون استعمال اي متفجرات. طيب انا سعيد كثير يعني بهذا. راح ارمي الاشياء الثقيله. اوه لا عاد. اوه اوكي. صراحه ما عندي اي سلاح، حتى من لونك ما عندي رصاص خاص فيه، هو عنده اسلحه مطوره، فصراحه ما ودي اخاطر. يعني على الاقل لو اوضع هذه الاشياء في الابلود يعني حينها ممكن اخاطر، يعني لاني يعني بعرف كيف اصيب البول. وات تعرفون شو حصل الان؟ هذه هي بيس الخاصة بالشخص. حرفيا جبت فيه ام العين. حرفيا تلك البولة اللي رميت على ذاك الشخص تسببت في انه المنزل الخاص به تدمر. راح احكي لكم شو صار بعد ما اهرب من هذا العنكبوت. بعد ما رميت عليه البولة وقف في مكانه ما قدر يتحرك، فخدرته الافعى.
في ذاك الوقت دخلت المنزل وسرق جميع أغراضه. بس بعدها دخلت أحد الحشرات للمنزل الخاص فيه وحطمت حرفيا كل شيء. الهدف يعني بتقدروا تشوفوا جميع حقائب الخاصة فيه يعني موجودة في الخارج. الحقائب الخاصة بالمورتر أند بيسل بالفابريكيتر بسميتي كل شيء في الخارج. لهذا يعني راح أرجع لهم وأخذ اللوت لي فيهم. كل شيء كان عنده في البيس جميع الحقائب الآن في الخارج، فرح أرجع لها ورح أحاول يعني أخذها. بالإضافة لهذا أغطته في التعليقات، قلت له بأن بيضة الوايفرن راح عندي. وي هذا صراحة ماني متأكد، لكن أظن أنه الباراسول الخاص به، ماني متأكد صراحة، لكن إيه على الأغلب راح يخسر حتى الباراسول الخاص به. واضح انه خارج من اللعبة لانه ما رسبن بعد الشي اللي صار. القارب حرفيا كله دمر. واو واضح اننا راح نصير اغنياء من دم. يا اخي ارترو بلورا يا اخي خليني اجمع اللوت وروح. اوه لا 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 لا, لا يا اخي هربت هرب. هاد اللعبة المعطوبة يا اخي هربت. او ما علاقتي بين صخرتين، اعرف ان البولة ما راح تسوي شيء للأردروبور. لازم ارسبن عشان اخذ لوتو صراحة. لو بس ذاك الشخص عوض من الخروج من السيرفر قرر انه يعني يروح ويجمع اغراضه، فكان على الاغلب راح يجمع، لكن مثل ما بتشوفوا خارج وترك جميع الاغراض. صراحة هذه الترانزيشن الخاصة بتغير الموارد في بايوم الفضاء في ماب جينيسيس 2 بصراحة يعني حلوة كتير شكلها. مثل ما بتشوفوا الان طردني السيرفر مرة اخرى بسبب البينج الاسطوري اللي عندي، يعني بتعرفوا كم بينج يعني جميل. جمعت بعض الموارد من بايوم الفضاء، هاد الكوكين بوتس اللي بتشوفوها، ف بعد القيام بالايلاند نوتران رابطها يعني في الاعلى هي افضل طريقة للترويض، سويت فيديو عنها يعني. بعد القيام بها اصنعوا اكبر عدد من الكوكين بوت يعني راح تفيدكم. مثل ما بتشوفوا هون وضعت صناديق تحت ستون فاونديشن واتمنى ان ما شخص يلقاها، الا لو كان عنده اي اس بي يعني حينها بالطبع راح يلقاها، لكن ما بهم. الان راح اروض واحد من اهم الديناصورات في البي في بي واللي هو ستيجو. اذا ما كنتم تعرفوا ليش مهم فراح تعرفوا في الحلقات الماجيه ان شاء الله. خدرت اول ستيجو لكن وقفت قبل. يا اخي كيف دخلت من وسط ستيجو؟ اوه تايمين افكتيفنس نزلت 61%. نايس لاج. اوكي واخيرا تروض ستيجو. اوكي ادخل على الصلب، لا مش صلب ولدي، كرايو بوتش. المهم وجدت ستيجو تاني وخدرته حتى هو. ما عندي ولا طالع. كان في تورت قرب الميشن تيرمينال فقتلتني. المشكلة اني ما شفت تلك التورت، لكن ما بهم. وات شو صار؟ المهم وجدت ستيجو ثالث وان شاء الله راح اروضه. ودي على الاقل اروض اثنين يعني ذكر وانثى، لكن لو كان اكثر فاهم. اردت ايضا اني اوريكم كيف قتلني ابو مخاليف قبل ما اورسبن في ماب جينيسيسون. الهدف من هذه السلسلة هو اني يعني ما اقوم باي تلميع، هو اني اوريكم كل شيء يعني اي شيء يعني اي موتى يعني اي شيء يعني بيقع معاي اوريكم اياه، يعني مو بس يعني الاشياء الكويسه لما اقتل شخص او يعني مثل هذا. ف
اي حتى لما اغلط او اللعبة تغلط فرح اوريكم ان شاء الله، عشان يعني تعرفوا التجربة الحقيقية ك يعني سولو في سيرفر اوفيشن. انها يعني تجربة صعبة، فايه راح احاول اروض ستيغو اتوقع الرابع. وات مهم خدرنا حتى هو. هذه المرة ما راح اغلط وانزل قرب ميشن تيرمينال، وراح انزل مباشرة فوق ستيغو. اخذت ستيغو في الكرايو بود وراح راح اوضعه في الابلود عشان ما ينسرق. يا اخي ليش ما اقدر افتح سبلاي دروب يا اخي؟ بس 10 يا اخي كان مع ستيغو، كان مع ستيغو في الانفنتوري، وستيغو الان راح. كل هذا بسبب السبلاي دروب اللي ما ودو يفتح، لانه 1% منه تحت الارض. نايس. في وداعا لستيغو اللي روته، على الاقل يعني اخذت بس ستيغو واحد، يعني راح كان عندي ستيغو واحد، راح احاول اني يعني ارسبين واشوف هل الشخص يعني ما زال هون او لا، لكن على الاغلب اوكي ما زال هون، ما زال. نايس، قتلته. وات اوكي لحد الان ما اقدر افتح سبلاي دروب، وستيغو مو عنده. اتمنى انه ما فتح سبلاي دروب بطريقه معينه ووضع ستيغو. نسيت كان في شخص تاني، ممكن الشخص التاني هو اللي ممكن الشخص التاني سرق الشخص الاول اللي سرقني. ممكن اوكي الشخص التاني حتى هو ما عنده ولا شيء. وين ممكن يكون؟ اوكي كرايب. اوه ماي جود، الحمد لله. واخيرا الحمد لله وجدت ساغو. الحمد لله. اوه ماي جود، اخيرا هو استرجعت ساغو منه، استرجعته الحمد لله. واخيرا وضعت ساغو في الابلود. تذكروا هذا سبلاي دروب، لان هذا هو اهم سبلاي دروب في هذه السلسله حرفيا. تذكروا التيك جنريتر؟ لا تذكروا في بس ليفي، ما راح اقول ايش شيء بالضبط، لكن تذكروا. مثل ما بيشوفوا الان انا ما ضغط على ولا شيء، يعني انا في البوست منيو، البينج ما يتحرك، بينج حرفيا ما يتحرك. هذا بيعني ان السيرفر راح يطردني. البينج كان مكتوب 78 لكنه مو 78. ها يا اخي السيرفر راح يطردني في اي لحظه. وات 617 بينج 600، واللعبه كانت كاتبه 78 في بينج. اوكي شفت شيء جميل. ساد الجيجا تك فيز بيستول صراحه عديم الفائده بالنسبه لي، لكن روكيت لانشر وساد الجيجا ممكن احتاجهم. بحثت في انفنتوري ذاك الشخص لكن ما كان فيها يعني ولا شيء. بحثت في اوكي شفت شيء جميل في سبلاي دروب، اوتو توريت موجوده يا اخي. اللوت في هذا الماب مبالغ فيه صراحه. نايس سبلاي دروب اخر داخل الجبل. شكرا الارك يعني. اتمنى ان اللعبة الجديدة ما فيها نفس هذا. مثل ما بتشوفوا هذا هو المكان الاول اللي بنيت فيه في ماب ابيريشن، يعني ما كنت بصور في البداية للاسف، يعني ما صورت لما روت ماي وينج ولما قمت يعني بمجموعة من السرقات.
فهذه هي البيس الخاصة فيني الآن في ماب Aberration. بيس بي في اي بامتياز، مصنوعة من الخشب، من التاتش ومن الود. هؤلاء هم الميرينج اللي راوشتهم في البداية. هذه اسمها اي، سميتها بالغلط يعني. هذه بيضة ميرينج، حتى من الفابريكيتر تركته في الخارج وما ما وضعت بين كود. لوتي المهم صراحة راح اوضعه تحت الفاونديشن، لكن الموارد راح اخليها في الفابريكيتر. يعني اذا ما شفتوا الحلقة الاولى واللي انصحكم تشوفوها، التحدي كان هو اني ما استخدم ولا توريت واني اجعل الباب مفتوح. فيه راح نشوف هل راح اسرق ام لا. اخذت ستيغو من الابلود ووضعت ستيغ جنريتر. ومثل ما بتشوفوا في البداية اعطاني خيار بيك اب، لكن بعدها مباشرة ما اقدر اسوي له بيك اب. ما المفترض يعطاني 30 ثانية اقدر احمل تيك جنريتر، لكن للاسف ما اعطاني. ف راح احتاج اني ادمر التيك جنريتر للاسف. ستيغو اللي روتهم صراحة هيلهم ابو كلب، وراح احتاج استنى اكثر من 12 ساعة عشان يتزاوجوا. راح اصنع اول C4 عشان اقوم بالسرقة. وجدت هذا البيس يعني في ماب Aberration، كان فيه بعض الحديد، شاركول، جان باودر وسبارك باودر. ف صراحة جيد يعني، جيد في البداية. واخيرا وجدت وايفرن، راح احاول اني اراوده. الوايفرن راح يفيدني يعني كثير في التنقل. طيب افضل طريقة هي اني اركب على ظهره. يا اخي قلت اركب على ظهره. اوكي راح اوضع باراشوت من هنا. كيف موت؟ كيف موت؟ اعدت الصورة امامكم مرة اخرى. الباراشوت وضعته قبل فترة طويلة، لكن مثل ما بتشوفون لسبب ما موت. وجدت هاد الارتروبلورا ليفل 145. في العادة راح احتاج الباج ريبيلنت عشان اروضها، لانها يعني راح تهجم علي وما راح اقدر اروضها. بس لو رميتها في البحر ما راح تحتاجوا الباج ريبيلنت، لانها ما راح تهجم عليكم. فهذه افضل طريقة لترويض الارتروبلورا. اذا ما كنتوا بتعرفوا ايش اهميتها، فهي ممكن تعتبروها مثل المتفجرات، لانها يعني لو عندك مثلا منزل مصنوع من الحديد او من اي شيء، في الارتروبلورا راح تقدر انها تحطم ذاك المنزل، يعني تحطم لو عندك منزل من تيك او من الحديد، ف لو عندك منزل من الحديد او من تيك، فالارتروبلورا راح تقدر انها تحطم جدران او يعني اي شيء خاص بتيك البيس. مثل ما بتشوفوا هون البينج ما يتحرك، يعني قاعد عنده 145. انه ما يتحرك هذا بيعني ان السيرفر راح يطرد مرة اخرى. يعني بعتذر منكم، لكن هذه الانترنت اللي عندي يعني معظم الاحيان بتكون كويسة، لكن بعض المرات عندي طالب واحد. ان شاء الله يعني بدعي ان البينج لما توقف ما يكون توقف وانا فوق اللافا. يعني عرفت ان السيرفر راح يطردني. ان شاء الله اني ما اكون سقطت في اللافا، انا راح تكون كارثة. اوه الحمد لله الحمد لله. صراحة ما عندي فكرة كيف بقيت على قيد الحياة رغم اني سقطت من الوايفر، لكن على الاقل ما سقطت في اللافا، لانه حينها 100% موت. فبعد تلك التجربة اللي كنت فيها قريب من الموت، عدت الماب Aberration وسميت الميوينج، يعني هذا هو الاسم الوحيد اللي بقدر اسميه.
ما بعرف اي اسم اخر بقدر اسميه للميوينغ. ف ايه هذه البيضة الثانية الخاصة بالميوينغ. ايه راح اخرجها هون. الميوينغ الكبيرة يعني مثل ما بتشوفوا عندها خاصية انها بتقدر تحمل الرضع وبتقدر انها توكلهم. يعني في العادة راح احتاج اني ما اخرج من السيرفر نهائيا لو بدي الميوينغ الصغار يبقوا على قيد الحياة. لكن من ميزات الميوينغ انها الميوينغ يعني كبيرة انها بتقدر تطعميهم فيعني بقدر اخرج من السيرفر بدون اي مشاكل. الان ما زال متبقي 9 ساعات عشان يقدروا يتزاوجوا مرة اخرى. واخيرا الان عندنا ستيغو ليفل 118 عنده الهيل ابو كلب. بالطبع هذا من اسوأ الهيلات اللي شفتهم بالنسبة لستيغو. البينج الحمد لله يعني بيرفكت يعني جميل. راح اخلي الفلاو ديستانس في اللويست وراح اخرجه من البيس واضعف عند الميوينغ عشان تهتم به. واخيرا خرج من البيس. الان يعني بقدر ازاوجهم. يعني بالنسبة لكم كان فقط 5 دقائق لكن بالنسبة لي كانت 12 ساعة انتظار. فاخيرا البيضة حصلت عليها ف 32 دقيقة وراح ترسبين. هاد بيضة السلحفات ما روت اي سلحفات في البداية لكني سرقتها يعني من احد الاشخاص. يعني كانت سرقة اسطورية لكن للاسف ما صورتها. مثل ما قلت لكم يعني بسبب الامتحانات ما كنت اتوقع اني راح اسوي اي شيء. يعني كان ودي بس بي في بي يعني اشياء يعني بسيطة في البداية لكن يب يعني بعد جميع السرقات والتطور الكبير اللي حققته قررت حينها انني نبدا نصور مثل ما بتشوفوا. عدنا الان ميوينغ وستيغو اخرين ليفل 216 ستيغو. اتمنى انه هيلو يكون جيد. راح استاد ستيغو يعني راح اسميه ليغو. وهذا الميوينغ راح اسميه بطة. بالنسبة للميوينغ عدنا بطوط وعدنا بطة. اوكي ضروري ان اهرب من هذا الميغالوسورس لانه عنده هجوم بيقدر يعني يعضني ويحملني من الميوينغ وحينها يعني 100% راح اموت. ان شاء الله انه يطيح. اوه لا الفريزين سبورز لا. اوه هي اللي طافي ذلك اكوات. ليش الاكواتيك مشروم ما. اوه انا غبي من المفترض اني اخرج من هذا المكان قبل ما اخذ الاكواتيك مشرومز. اوكي الان اقدر اخذ الاكواتيك مشرومز. اوكي مثل ما بتشوفوا لقيت هاد التكست رايدر في ماب ابيريشن يعني مروضة بالطبع. وتحتها كان ديديكيتد ستوريج بوكس فيا راح استعمل الارتروبلورا عشان احطم هذا ديديكيتد ستوريج بوكس واخذ الميتال اللي فيها. هذه في يعني فيها اكثر من 100,000. للاسف ضربت تكست رايدر بالطول. اوكي يب نايس اتربلورا بالدمج الصندوق بالطول. ايه بعد شوفوا بالطول كيف يعني رافع راسه للاعلى عشان يشوف تكست رايدر. هذا يعني الشخص القصير يعني في الفصل. اوكي نايس حطمت الديديكيتد ستوريج بوكس. لا مررت من الفريزن سبورز مرة اخرى.
اوكي ودي بس اجمع هذا. دخل اعطاني حق او نايس اوكي اعطاني اكواتيك ماشرومز نايس. اوكي راح احتاج اكثر راح احتاج اكواتيك ماشرومز اكثر. يا ما وين جمع جمع يرحم امك جمع بس 10 اكواتيك ماشرومز. اوكي اوكي نايس نايس. فيه لقينا الان 140 اتوقع 130 الف ميتل. شوفوا كمية الميتل. او لا 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 كنت راح اجيب عيد مرة. الفريزين سبورز كانت تحت الكريستال. الشركة وضعتها تحت الكريستال عشان يعني ما حد يشوفها. جبوكس راح اوضع فيها كل هاد الميتل. اوكي امبرنت 100% للسيد بطة. ليجو حتى هو عنده 100% امبرنت. اوه نايس هذا ستيجو. اذا ما كنتوا بتعرفوا ليش ستيجو مهم فراح تعرفوا راح تعرفوا يعني حلقات الماجيه ان شاء الله. وجدت هذا البيس يعني صراحة مو بيس اصلا يعني كان فيها في الاسفل اكثر من نصف مليون حديد وفي الاعلى مرة اخرى اكثر من 100,000 حديد. فيه وجدت 100,000 تقريبا المجموع. وجدت في ثلاثة اماكن وجدت الحديد مجموعهم كان 900 اكثر من 900,000. فيه اصبحنا يعني حرفيا اغنياء. في بداية الفيديو مثل ما شفتوا جمعت الالاف من الزيت في ماب جينيسيس 2 والكريستال. والان اصبح عندنا حرفيا مليون حديد يعني حرفيا من هنا لسنة 2026 ما راح احتاج اجمع حديد نهائيا. اوه ارك مرة اخرى يعني لما وصلت عند سبلاي دروب راح سبلاي دروب. اوكي بيس يعني مستخبية وراء هاد الكريستال. وريني. اوه كايتين بالهبل. اوكي بما اوكي يعني صراحة مقبول يعني اصلا عندي مليون حديد حرفيا ف يعني ممكن اصنع جرابلين هوكس لكن صراحة لوت ابو كلب. الكايتين صراحة ولي كان جميل ف قررت اني اروض هذا الماعز. اذا تتوقعون اني كنت راح اسميها ميسي او رونالدو ف ما راح اسميها هيك راح اسميها ماعز اسمي يعني عادي. راح اسوي كلاب عشان يعني تنور. يب هذا هو المكان الثالث اللي يوجد فيه شو اللي هجم علي في شيء هجم علي في شيء مخفي هجم عليه. اوه كان تريبر لكن كيف ضربتني وهي تحت الارض. سبتيرينيان ريبر كينج. ياب هذه هي الريبر اللي برسبنها النيمليس. قتلت التكست رايدر ووجدت فيها الاشياء اللي يعني بحتاجها عشان ارسبن بوس ابيريشن باستثناء الارتيفاكت امامكم. ياب وجدت نقطة ريسبون هون يعني سرير و توريتات و تك ترانزميتر. بيج بروفيت. ياب قابلت بيج بروفيت يعني معروفة. او ترايب اوف هيومنت. وهل نفس نفس القبيلة؟ اتوقع والله ما اعرف المهم حطمت التوريت وكانت المفاجأة 600 رصاص. 600 رصاص. اوكي راح احطم توريت باستعمال اتر برورا مرة اخرى. 600 رصاص اخر. راح احطم هذه الفاونديشن ويعني يعني كل شيء حرفيا باستخدام هذا. للاسف الجنريتر ما فيه ولا غازولين لكن
اوكي. التوريت الثالثة فيها 600 رصاص اخر. واو صراحة ما بصدق يعني كل هاد. والتوريت 600 رصاص اخر، يعني حرفيا من حيث الموارد اصبحنا اغنياء، من حيث الرصاص اصبحنا اغنياء. لكن يعني بالطبع ما راح، يعني لو كنت راح استعمل توريتات فكان هذا الرصاص راح يفيدني كثير، اما الان ف صراحه ما عنده فايده صراحه بالنسبه لي. راح ادمر هذا الترانسميتر، اتمنى يكون في شيء جميل. اوكي لحظه الحقيقه. واو 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 إليمنت، واو 38 إليمنت. راح اخذ التاكا جونتلت لانهم مفيدين كتير، لانهم يعني بيوروني التايمر الابلود تايمر. اخذت سبل اللوت كريت من ماب جينيسيس 1 وكان فيها هيلميت خياليه سادل تكريكس. الهيلميت كانت 700 في الارم في الديرابيليتي تقريبا. والان عدت الماب ابيريشن عشان اسوي واحد من اهم الاشياء في السلسله، وهي اني احصل على بيضه الروك دريك. راح انزل قرب هذه العين وبعدها راح اكمل على وعش الروك دريك. اوكي مثل ما بتشوفوا في الاعلى مكتوبه 67 ثانيه. هذا هو المشروم بروز، يعني هذا المكان فيه الراديشن، فيه اشعاعات، لكن لما اكل هذا المشروب في المده 70 ثانيه تقريبا يعني الاشعاعات ما راح تقتل الميرين. اخذت هذه البيضه روك دريك لكنها اختفت مباشره بعد ما اخذتها، لان مده الصلاحيه الخاصه فيها انتهت، فراح احتاج اني اخذ واحده اخرى. مثل ما تشوفوا راحت. او لا روك دريك بيجي علي. اخذت مشروم برو اخرى عشان ما تقتلني الراديشن. صراحة ما اتوقع ان المشروم بروز يعني راح تكفي، في احتمالية كبيرة ان الميوينج تموت. او نايس بايدت روك دريك. صعد 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 صعد، يرحم امك يرحم. او لا روك دريك احرق. ما ودي اعلق هاد ارك معطوبة، فما ودي اعلق يعني ما اقدر اخاطر. اوكي هربت. او لا 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 خير، روح يا اخي. ما تعلق سوي اي شيء لكن ما تعلق بينا روك دريكس. اوكي هاد المرة ان شاء الله. اوكي راح انزل، راح اخذ البيضه بسرعه. انزل خذ البيضه بسرعه وركب وانحش. انحش يا بوي. المشروم برو يعني راح تنتهي في اي لحظه، وحينها هيلت الماي وينج راح ينقص بسرعه كبيره، لان المي وينج ما تتحمل اشعاعات مثل روك دريك او سباينو، فهي مثل ما بتشوفوا المي وينج هيلها بينقص الان. بعد كل ثانيه هيلها بينقص اكثر واكثر، والطريق بعيده كثير، والبيرلوفيا موجوده في كل مكان. فالله يستر. لو بس بقدر يعني اوضع الميوينج وبيضة روك دريك في الابلود، لكن المكان خطير ما راح اقدر نهائيا. ياب الكارنو الان بيهجم علي، واستمنى عندي قليلة من انها تخلص، يعني لو استمنى وصلت للصفر فحرفيا النهاية. اوكي كم تايمر. او لا مازالت 4 دقائق
اوكي راح احتاج اني اوصل للبيت في اقرب وقت لان الميوينج هيلها الان في النصف. اوه لا علقت في الروب دريك. اوه ماي جاد يا اخي الليله. اوه ريب. هي الان حرفيا في الربع والطريق ما زالت بعيدك. الحمد لله وصلت للبلوزون، وصلت للبلوزون، خرجت من منطقة الريديشن. فهي هذه الحلقة يعني كانت مليئة بالأحداث، قتلت الغشاش أبو تكسوت، قتلت يعني الشخص اللي عنده وايفرن، ويعني قتلت الشخص الكامبر يعني اللي كان عنده أيضا وايفرن وفلاك أرمرو يعني لونك رايفل. حصلت على موارد لا نهائية تقريبا بالنسبة للأويل والكريستال والحديد، بالإضافة لهذا حصلت على واحدة من أهم الأشياء، بيضة الروك دريك. هذه نهاية الحلقة، إلى اللقاء.